هيا بنا نتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، ونحن في يوم الدعاء وفي يوم التضرع إلى الملك، عل الله أن يتقبل منا الدعاء مع الحبيب محمود حجازي. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. تباركت ربنا وتعاليت، يا من خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب. اللهم يا من أجاب نوحا حين ناداك، يا من كشف الضر عن أيوب في بلواك، يا من سمع يعقوب في شكواك، ورد إليه يوسف وأخاه، وبرحمتي ارتد بصيرا، وأعاد النور إلى عيناك. يا رحيم يا رؤوف، يا رحيم يا رؤوف، يا والجبروت، يا من أمنت يونس في بطن الحوت، يا من حفظت موسى في اليم والتابوت، وطمأنت أمه وجبرت خاطرها، يا يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. اللهم ارحم لوعة الأب المحزون، ودموع ورجاء الولد المهموم. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدة ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى وعند قيام الأشهاد آمنين.